مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج من بيروت. معي أنا فابيان عون. رح نبلش حلقتنا لليوم بخبر محزن نزل كالصاعقة على الساحة الفنية سواء كان بلبنان أو الوطن العربي، وهو رحيل الموسيقار الكبير الياسر رحباني. برنامج من بيروت حب يكون له تحية لروح الراحل، فتعوا معنا حتى نشوف بهذا التقرير اللي حضرناه أهم الإنجازات والمحطات الفنية بحياته. عمر 16 سنة أنا عم بقلد. أنا فرح كبير إنه فيروز وصباح وديا صافي وبعدين السري كلها 98 مغني ومغنية مغنيين لي. آخر شي عبالك تطلبه قبل رحيلك من هالدنيا شو هو؟ بطلب إنه تكون مشكلة لبنان خلصت تخلص. وهون لابد من الإشارة إلى أن الموسيقار الراحل هو آخر عنقود الرحابنة، وقد توفي عن عمر بناهز 83 سنة من بعد مضاعفات عانى منها بسبب فيروس كورونا. وبالتفاصيل، فقد دخل ياسر رحباني لمستشفى رفيق الحريري بسبب التقاطه فيروس كورونا يلي من المرجح أنه أخذها من الممرض يلي كان عم بيعتني فيه. ولكن لسوء الحظ أنه ياسر رحباني جسمه الهزيل ما قدر يقاوم هيدا الفيروس ومات، وترك من بعده إرث فني كتير كبير. ولكن من المؤسف أنه دفنه لياسر رحباني عدد الحضور فيه ما تجاوز أصابع اليد الواحدة، إذ كان من المفترض أن يكون عرس فني وطني جامع، ولكن فيروس كورونا حال دون ذلك، إذ حتى زوجته ما قدرت تكون موجودة بسبب التقاط هذا الفيروس كمان. وبحسب معلوماتنا، فقد صلى الكاهن على جثمان الراحل بالمستشفى وجرى نقله لمدافن العائلة بمنطقة أنطلياس، إذ دفن إلى جانب أخويه منصور وعاصي. عدد كتير من النجوم حرص على رثاء الراحل من خلال صفحاتهم الخاصة على السوشيال ميديا والتعبير عن مدى الحزن لهالخسارة الكبيرة. ولكن كان من اللافت الطريقة يلي اعتمدتها السيدة فيروز للتعبير عن مدى حزنها، فتعوا معنا حتى نشوف كيف نعيت ياسر رحباني. وهون لابد من الإشارة إلى أن السيدة فيروز حتى بهالظروف الأليمة ما سلمت من الشائعات،
فقد انتشرت أخبار تتحدث عن إصابتها بفيروس الكورونا ولكن بأعراض خفيفة، ليطلع فيما بعد ويتأكد أن هذه الأخبار كلها مغلوطة وهدفها الاصطياد بالماء العكر. وجهت النجمة هيفاء وهبي تحذير شديد اللهجة من بعد محاولة إقحام اسمها بفبركة صورة مع تعليق نصب لإلها بهدف استغلال نجوميتها ومحبة الجمهور. فقد كشفت إحدى الصفحات أن في عدد من الأشخاص عم يلجأ للتواصل مع بنات عبر الإنستغرام وإيهامهم أنه هن عم بيحضروا لفيلم من بطولة النجمة هيفاء وهبي وبحاجة لمشاركة عدد كبير من البنات، وذلك بهدف استدراجهم والحصول على مبتغاهم. وبهذا الإطار فقد نشرت النجمة هيفاء وهبي عبر صفحتها الخاصة على الإنستغرام تحذير توجهت فيه لكل شخص عم ينتحل شخصيتها، وقالت لهم انتبهوا لأنه رح إلجأ للملاحقة القانونية. وهون لابد من الإشارة إلى أن النجمة هيفاء وهبي كانت قد كتبت منشور خاص وجهت فيه لجمهورها مع بداية سنة 2021، ولكن كان من الملاحظ أنه هذا المنشور تضمن العديد من الرسائل المبطنة وأبرزها: عرفنا مين وقف معنا وقت الشدة ومين بحبنا من غير مصلحة بتأذي، وأكيد ربنا كان له حكمة بكل شي صار معنا، ظهر لنا الناس النظيفة والحقيقية، بشكر الله على وجودهم حدي، ومشيت من حياتنا الناس المليانة سم ووسخ، تغيرنا وتغيرت أولوياتنا. رح نتوقف هلأ عند المقابلة اللي أجريناها مع الفنان العراقي قرار صلاح، فتعوا معنا بداية حتى نشوف شو خبرنا عن تعاونه مع المخرجة اللبنانية رندا القداح. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كان أول تعامل إلي مع رندلة، وكان من أجمل الأعمال اللي عملتها من بعد The Voice ولهذه اللحظة، كانت هي الأغنية تعبت الخاطرة، تم تصويرها بإسطنبول على طريقة الدراما، ويعني الحمد لله توفقنا بهاي التجربة، وإن شاء الله القادم راح يكون باللهجة المصرية بستايل غير، يعني تم تصويره مع رندلة وإن شاء الله خير، التوفيق من الله. ومن بعد ما سمعنا كلامه للفنان قرار صلاح حبينا نستفزه شوي، فقلنا له من خلال مشاهدتنا للفيديو كليب تعبت الخاطرك منلاحظ قديش أنت عم بتمر بظروف صعبة، هل معقولة فعلا حبيبته تركته؟ فشوفك كنت ردة فعله. لا لا أكيد لا، يعني هذا يعتبر العمل يعتبر رسالة. اليوم احنا من نختار عمل من كلام من لحن من تبقى الصورة، الصورة هي تابعة للمخرج أو المخرجة، يعني ما إن... مظلوم اليوم؟ لا أبدا أبدا، أنا الحمد لله وشكر أتخيل نفسي أنه أنا عمل قدمت العمل بأجمل صورة، من إن كان من أوديو، إن كان من تصوير، من تمثيل، من كل شيء، الحمد لله وشكر من اللي يتركني أنا. في سؤال كان كتير محيرنا من بعد ما سمعنا كلامه لقرار صلاة، بخاصة أنه إيه العمل الجديد رح يكون باللهجة المصرية، فقلنا له هذا الأمر خلينا نستغرب لأنه عادة الفنانين بيلجأوا للهجة العراقية حتى يوصلوا مدى حزنهم والشجن بصوتهم، فشوفوا معنا شو قالنا. اليوم مثل ما ذكرتي نقدر نقول الأغنية العراقية هي محتلة جميع الوطن العربي، فاليوم ليش المصري والسوري واللبناني والمغربي والخليجي كله غنى اللهجة العراقية؟ طيب ليش العراقي ما يغني غير لهجة؟ فممكن تكون اللهجة المصرية هي والأغنية المصرية والأغنية اللبنانية، كل الألوان جميلة جدا، وأني من خلال أغنيتي يعني بالعكس أدعم كل المطربين العراقيين أنه يغنون بغير لهجات. وشو كان رأيه بالأشخاص يلي بيعتبروا أنه الفنان العراقي من الصعب أنه يتقن اللهجة المصرية؟ الأغنية راح تكون باللهجة المصرية، من أجمل الأغاني اللي أنا أحبها. الأغنية عمرها 6 سنوات، يعني أنا هاي الأغنية عندي من قبل 6 سنوات، فقلت لهم هاي الأغنية راح يجي وقتها وراح تنزل للجمهور، فاللي يسمعها راح يحكم إنه العراقي يقدر يغني باللهجة المصرية. يسمع ويحكم. سابقا أنا غنيت مع شيرين عبد الوهاب باللهجة المصرية أغنية مشاعر،
واتقن يعني اتقنتها وغنيناها على المسرح والحمد لله. فاللي يسمع يحكم العراقي يقدر يغني المصري او ما يقدر. وخلال حديثنا معه لكرار صلاح قلناله انه من خلال متابعتنا للاغنيه الجديده اللي نزلها تعبت الخاطرك لاحظنا انه صارت قريبه للمليون، ولكن ما شفنا اجواء احتفالات ولا انه كبرت الخسه مثل غيره من النجوم. عندي اغاني واصله 50 مليون و40 مليون. ما من الاحتفاليه بالاول يعني بالاول والاخير النجاح النجاح العدوين من تواضع لله رفعه. لاحظنا انه كرار صلاح اعتمد نفس مقوله الفنان العراقي سيف نبيل، برايكم شو قالنا عن هذا الامر؟ هاي عباره هي من تواضع لله رفعه من زمن اجدادي، فما معين للشخص هذه الجمله. وحاولنا نستفزه شوي لكرار صلاح من جديد، فقلنا له ما في شك انك فنان وموجود على الساحه، ولكن في غيرك من الفنانين بيرجعوا بجربوا انه يشتركوا ببرنامج المواهب، فاليوم عندنا برنامج عراق ايدل، وهيدا الامر ممكن يخليك تكون افضل صوت بالعراق كله، فشوفوا معنا شو قال عن هيدا الامر. اولا موضوع برامج الهواة، يعني انا عديت هاي المرحله من قبل 8 سنوات، مستحيل انه انا ارجع خلال 8 سنوات انه عملت ما يقارب ال 40 اغنيه الان باليوتيوب. الاحصائيه هي ال 40 اغنيه، نسبه مشاهداتي بال ما يقارب 300 مليون. اليوم لو تواصلوا معك وقالوا لك يكون عندك مشاركه تواصلوا معي انه ابعث لهم اصوات. فتحسينا في اي بس مو انه انا اكون مشترك، لا بعثت اصوات انا، يعني انه انا كنت مرشح انه اكون مساعد لهم فبعثت لهم اصوات كثيره. ومن بعد ما خبرنا انه هو رشح عدد من الاصوات للمشاركه، فمن البديهي نساله كم صوت وصلوا على المراحل النهائيه؟ واحد منهم وصل. وبرايكم هل قرر صلاح عم يجرب يدعم هذا المشترك بشتى الطرق للوصول ونيل اللقب؟ مساعده، كنا احنا في وقتنا في زمننا نتمنى انه شخص يساعدنا، نتمنى شخص يخلينا على الطريق الصح. لما كنا بذا فويس بالسيزون 2 كنا نتمنى انه فنان يزورنا، واحنا نجوم بذا فويس وبالشاشه نتمنى فنان يجي يزورنا، فاحنا اليوم احنا شغلات احنا في الوقت الماضي كنا نتمناها انه احد يساعدنا احد يدعمنا، ليش ما نقدم للشباب اللي هم الان يتمنون احد يساعدهم؟ وحبينا نسلط الضوء مع قرار صلاح حول موضوع فيروس الكورونا، فمثل ما عرفنا انه هو حرص انه يلازم اخوه خلال فتره الاصابه يلي انتقلت له فيما بعد، فبرأيكم شو خبرنا عن هالتجربة؟ طيب بنفس الوقت هذا أخوي، يعني فيروس أو مرض يعني بالأول والأخير هو الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، وبنفس الوقت ولا ترموا أنفسكم بالتهلكة. مستحيل إن واحد يشوف واحد من أهله إن كان أخوه أو أخته أو أمه أو أبوه، مستحيل إنه يتركه ويروح والله انه في فيروس كورونا لا. وبختام حديثنا معه لقرار صلاح قلنا له انه الانسان بس يكون عم بمر بازمه صحيه بفكر انه في امر معين حابب يعمله اذا تخطاها، فبرايكم شو هي؟ والله اول شغله عملتها اول ما خلصت من الفيروس يعني ماكو فد شيء معين او تركيز، يعني ما اتذكر انه ما اتذكر. تعرض النجم عاصر حلاني لهجوم كبير من بعد الحفل يلي احياه بفندق الهيلتون حبتور ببيروت الى جانب النجمين ملحم زين ونادر القتاد، وبالتفاصيل فقد انتشرت اخبار مغلوطه باليوم الثاني من الحفل تتحدث عن تغريم النجم عاصر حلاني مبلغ 300 مليون ليره وسحب رخصه مزاوله المهنه منه، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا خلال الحفل، اذ مثل ما حكيت هذه الاخبار انه كان في اصابه حوالي 25 شخص. ولنعرف اكثر عن حقيقه هالاخبار المتداوله ما كان لنا غير الاتصال بمدير اعمال النجم عاصر حلاني ماجد الحلاني، فتعوا معنا بداية حتى نشوف شو خبرنا أكثر عن هذا الأمر. بالنسبة للشيء اللي عم يداول فيه إنه عاصي
بحفل صار فيه كورونا وما كورونا وهيك، هذا الشيء غير صحيح، لأنه اللي إجوا سهروا أكيد بيفحصون بالأوتيل قبل ما يفوتوا على إذا عنده حرارة وأي شيء، وأي إنسان عنده حرارة ما بيدخلوا سكيورتي الأوتيل. تاني شيء، خلصت حفل الساعة 3 عصي مثل ما مرخصنا نحن الساعة 3 ننزل على المسرح، ما معقول العالم تروح تعمل الساعة 6 7 الصبح يوم عطلة يعملوا فحوصات ويطلع بالنتيجة إنه عرفوا معهم كورونا وعدوا العالم، وهي تخنيسة كبيرة وكذبة كبيرة عم يكذبوها، لأنه ما حلوا على الساعة 12 الظهر وحدة كانت الخبريات عم تطلع، هو الفحص PCR على المقل يده 24 ساعة إذا من عمل سريع يعني. أما بالنسبة للأخبار اللي تحدثت عن إصابة 25 شخص بفيروس كورونا، فهيك قالنا ماجد الحلاني. ما راح يروحوا على 25 شخص، أول شيء إذا معديين ما فيهم يفوتوا، وإذا صارت معهم الحالة جوا ما بتزبط، لأنه بده يكون واحد عنده 3 4 أيام لائط لتبين عليه. هاي شغلة. الشغلة الثانية بيحطوا إنه أكل ضابط عاصي ب 300 مليون. هو أول شيء ما نوعين بالحفلة، في متعهد الحفلة، في إدارة أوتيل، في صالة تابعة للأوتيل، ما حدا راجعهم بعتقد. نحن فلينا لتاني يوم الظهر، أنا كنت عم بحكي مع المتعهد لعيم الحفلة، ما نجيب سير شيء ولا قال لي حدا راجعه، ولا نحن راجعنا حدا راجعنا. وبختام حديثنا معه لماجد الحلاني، حبينا نسلط الضوء على موضوع سحب رخصة مزاولة المهنة من عاصي. لتعرفوا حقيقة هذا الأمر شوفوا شو قالنا. بعدين بيقولوا إنه عاصي كمان إنه بدهم يوقفوا على مزاولة المهنة، هيدي ما أنا موجودة عندنا بقانون النقابي بلبنان. تاني شيء، أي إجراءات بدها تاخذ النقابي بده يكون فنان معه خبر فيه، يكون هو صاحب المسؤولية. ونحن بعتقد بعاصي لأنه صاحب مسؤولية، واحد من بين الفنانين اللي شاركوا فات على الوقت وطلع على الوقت وفرقته لبسي كلها كمامات وما في منه، وخبر عاري عن الصحة. واللي بده يسوي لهيك خبر كاذب لازم يعرفوا انه كاذب من وراء هالمواد اللي حاططها بالمساجات، والعالم تداولت فيها، واغلبية الصحفيين المحترمين كذبوا كان بالوسائل الاعلام والاعلان. نتشكرهم كتير، وإليك منشكر كتير، تنعاد عليك بالصحة والسلامة. مين منكن ما سمع مقولة كيلو كرمال تعزيز عضلات بطنكن؟ ولكن ما كنا نفهم شو المغزى من هالكلمات، أو شو المكونات أو العناصر الغذائية يلي من المفترض أنه نتناولها حتى نعزز هالعضلات. حتى نسلط الضوء أكثر على هذا الموضوع، ما قلنا غير نشوف أخصائية التغذية ماريبال حرب شو خبرتنا عن هذا الأمر. كثير من الأشخاص بيحبوا يبرزوا عضلات البطن، خاصة إذا كانوا تخلصوا من الدهون الزايدة فيها وحابين يكونوا بالرياضة والغذاء السليم، عم بيبرزون لهدول العضلات. من الأخطاء الشائعة اللي منشوفها إنه بيقعدوا بلا أكل أو بيعملوا نظام غذائي من تلقاء نفسهم كرمال يبرزوا هدول العضلات مع الرياضة. ولكن لازم نعرف إنه نحن لنبرز العضلات لازم نكون عم ناكل، ولكن لازم نعرف قد كمية الأكل اللي عم ناخدها وشو نوع الأكل اللي عم نتناوله. فإذا نقعد نهار كامل بلا أكل لنبرز هدول العضلات هو خطأ كتير فادح، وبالعكس بيخفف من بروزها وبيخفف من نتيجة الرياضة يلي عم نعملها. لازم كمان نعرف انه في كتير من العوامل بتأثر على بروز هدول العضلات وعلى سرعة نكون عم نشتغل عليها. في عنا العامل الوراثي طبعا، الهرمونات يلي موجودين بالجسم بيلعبوا دور كتير، الحمية الغذائية وأيضا النشاط اليومي يلي نحن بنعمله بيلعب دور أساسي بهيدي الشكل يلي نحن حابين نكون عم نعمله. أما بالنسبة للوجبات الغذائية يلي من المفترض أنه نتناولها لنحصل على عضلات بطن بارزة، فهيك قالت لنا ماريبال. شو هن انواع الاكل اللي لازم نكون عم نتناولها اكثر؟ اول شيء بالنسبه للخضره والفواكه، فينا نكون عم نتناول الخضره مثل البروكولي، القرنبيط، الخضره اللون ورقتها اخضر، يفضل اكثر من الخضره اللي شوي فيها نشويات اكثر. ايضا بالفواكه فينا نكون عم نتناول جميع انواع الفواكه، ليمون، تفاح، موز، الفواكه الموسميه ما عندنا مشكله ابدا فيها. بالنسبه للبروتين، نحن لازم نزيد كميه البروتين طبعا يلي بناخذها بنظامنا الغذائي اليومي، ولا
ولكن لازم نعرف انه نحن ما لازم نتعدى الكميات المتاحة لنا، وهي فورمولا بتعملها اخصائية التغذية كرمال نعرف قدي نحن بحاجة لجرامات من البروتين يوميا بالنسبة قدي عم نحرك وقدي نحن وزننا. كمصادر بروتين لازم تكون مصادرنا البروتينية مثل لحمة الدجاج السمك القليل الدسم أو الخالية من الدسم، لأنه الدهون الحيوانية بتعلي الكوليسترول عنا وما بتفيدنا. بالنسبة للدهون مهم نكون عم نتناول كمية عالية من الدهون، ولكن الدهون الصحية طبعا عم نحكي عن الأفوكا، الزيتون، زيت زيتون، السمسم، المكسرات النية، كاجو، جوز، لوز، فستق حلبة، ولكن طبعا باعتدال لأنه بتعطينا كتير من الوحدات الحرارية اليومية، ولكن لازم نكون عم نتناولها ناخد انرجي أو الطاقة منها. بالنسبة للنشويات كمان من الأخطاء الشائعة أنه نقطع قطعا النشويات من خلال نظامنا الغذائي، هذا الشيء كتير غلط. نحن لازم نستبدل النشويات اليومية مثل الطحين أو الخبز الأبيض بالنشويات القمحة الكاملة مثل الكورن فليكس القمحة الكاملة، الخبز القمحة الكاملة، الشوفان، الأوت ميلز نكون عم نعملهم محل بدل من تناول النشويات المضرة ويلي فيها كتير وحدات حرارية. كتير منسأل عن أنواع السناكات اللي فينا نكون عم ناخدها إذا عم نتبع هيك نوع حمية غذائية، لأنه ما فينا نكون عم نتناول كمية كتير عالية من السكر أو من الفواكه. كأمثلة عن السناكات اللي فينا ناكلها أو الوجبات الخفيفة، فينا نكون عم ناخد الفول السوداني، المكسرات النية، فينا نكون عم ناخد البينات باتر، فينا نكون عم ناخد المأكولات الغنية بالألياف لأنه مهم كتير نكون عم ناخد ألياف، فينا نكون عم ناخد سموذيز يعني مثلا الحليب اللي فيه كتير بروتين مثلا مع نوع من المكسرات النية مع الموز، فينا نكون عم ناخد البيض المسلوق مثلا، وهيك بنكون عم ناخد وجبات خفيفة بتعطينا الطاقة وزيت الوقت بتعطينا بروتين وما بتكون عم تعمل لود كتير عالي بالكالوريز اليومية لأن احنا بحاجة إلها. مهم كتير نتناول السوائل، المي أهم شي طبعا، مش نكون عم ناخد العصير اللي هو كتير غني بالسكر. بختام حديثنا مع لماريبال حبيت تخبرنا شو هي الصوص يلي ممكن نعتمدها عند تناولنا للسلطة. ايضا من الاخطاء اللي معقولة نوقع فيها انه نكون عم ناخد كتير صلصات او يعني نزيد صوصات كتير على مأكولاتنا، مثلا على اللحمة اللي نحن جايبينها بلا دهن نكون عم ناخد صوص تكون دسمة، او على السلطة مثلا هيدي نقطة كتير مهمة نعرفها، فيها نكون عم ناخد زيت الزيتون، الخل، المطارد او الخردل، الليمون، الحوامض، هي مفيدة وقليلة الوحدات الحرارية. عدد كتير كبير من النساء بيبحث عن أفضل الطرق للحصول على رموش كثيفة ومرفوعة من أجل تسليط الضوء على منطقة العينين وإبراز جمالهم، فإذا كنت سيدتي من هود النساء ما إلك غير تتابعي معنا وتشوفي شو علمتنا خبيرة التجميل نرمين جبة عن التقنية الجديدة يلي بتساهم برفع الرموش والحصول على الجاذبية اللي انت بتتمنيها. اليوم بدنا نحكي عن تقنية جديدة عم يلجأ لعدد من السيدات وهي اللاش ليفتينج اند لامينيشن. بما انه هلا نحن كلنا عم نحط كمامة والجمال اكثر شيء ببينوا هن الحواجب والرموش، هي بتعطي لوك اكثر ناتورال للرموش وكانه مكبسين او بيعطي اكثر كثافة وجمال للعين. مثل هلا اذا بنشوف الرموش من فوق بيطلعوا هن كثير طوال وعباية، بس لما بتفتح عيونها جمال الرموش اللي عندها ما مبين، فلما بتعمل الليفتينج بتشوفوا هلا الفرق. هون اول شيء بدنا نلزق الباور باد لنقلب الرموش عليها، واللاش ليفتينج مش حتأذي الرموش اذا كان البرودوي منيح، خصوصا انه في من بعده بنعمل لامينيشن وهي بتغذي، هي نوع من الفيتامينز بغذوا الرموش. اول ستيب هي اهم ستيب، هو بنعمل فيكس للرموش كلو بالجلو مثل ما بنثبتهم هلا، لما بيخلص بيعطوا نفس النتيجه لما بنخلص. هلا خلصنا اول ستيب، ثاني ستيب هو بدنا نعمل ابلاينج للجلو من تحت، هو اللي بيعمل الايفكت تبع الليفتينج كلو.
هلا بدنا نخليهم تقريبا ربع ساعة. هلا خلصنا بدنا نشيل الجلو ونشوف الليزر كيف تكون طلعت. هلا لبكره لبعد 24 ساعة ما فيها تغسل وجهها، فيها إذا غسلت ما تجيب مي على عيونها. اللاش ليفتنج مش معقول يأثر على العين ولا بيعمل حساسية، بما إنه كل شيء برودكت حطيناه من الجفن وطلوع ما ممكن يأذي الرموش ولا يتعب. هلا خلصنا. هيدي النتيجة بتضاين من شهر ونص لشهرين ليكون طلع الشعر الجديد. فيها تتحمم عادي، تغسل وجه عادي، وهيدا الليزر. بهيدي الفقرة حبينا سيدتي نعلمك كيفية تحضير الشيش طاووق مع الرز. فلتعرفي أكثر شو هي الخطوات اللي ممكن تعتمديها، فما إلك غير تابعي معنا هيدا الفيديو. أكلتنا لليوم شيش طاووق مع الرز. ولهيدي الأكلة بدنا أسطورة الدجاج المسحبة، وبدنا الرز البسمتي، بدنا اللبن لنتبل للتتبيل، والثوم، بدنا الملح، بهار الشيش طاووق والبهار الأبيض، كاري، وبدنا البصل. أكلتنا كتير طيبة وهينة. بدنا نقطع الدجاج، بدنا إياهم مربعات صغار. نقع الرز لمدة 10 دقايق. بدنا نحضر التتبيلة الشيش طاووق. نقشر الثوم، نحط الملح، ننزل الثوم، نحط اللبن، بهار الأبيض، نحط بهار الشيش طاووق. فينا نزيد لون الزيت، ننزل الدجاج، ننقعهم لمدة ساعة. فينا ننقعهم أكثر، فينا نتبلهم قبل بيوم. من بعد ما نقعنا الشيش طاووق لمدة ساعة فينا نركبهم على الغاز. نقطع البصل لما بدنا نحضر الرزات، نقطعهم صغار. بعد ما تقلت البصلة بننزل الرز، نحط الملح، نحط بهار الكاري. بعد ما قليناهم بالزيت وبالبصل بنزيد الماء. أكلتنا لليوم خلصت، صحة وهنا. وهلا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم يلي مثل العادة بنحب انه تكون مميزة. كرمال هيك برنامج من بيروت حب ينزل على الشارع ويشوف شو رأي المواطنين بإعادة التعليم من جديد عن بعد، بخاصة من بعد القرار يلي اتخذ بإكفال التام بلبنان مدة 3 أسابيع. فبرأيكم هل أيد المواطنين هذا القرار؟ وشو رأيهم بموضوع العام الدراسي؟ هل كان من المفضل انه ما يبدأ من الأساس؟ لتعرفوا أكثر شوفوا معنا هذا التقرير. والله بحقيقة الأمر ما ينفع، يعني أسبوع بأسبوع ما ينفع، هي يعني يا مستمر يا يعني صبرون. إن شاء الله يعني العلاج وصلوا له قريب، فأتصور أنه ما يكون دوام أفضل، يعني حفاظا للسلامة أهم شيء. السلامة دول يعني صح هم أولاد ما تأثر عليهم أو شباب، بس أكيد عندهم عوائل كبار بالسن. بعدين يعني هذا المرض دا نشوف يعني مرض خطير، وإن شاء الله وصلت نهايته. فالصبر مفتاح الفرج، الصبر يعني الإغلاق أفضل، يعني هذا رأيي. هو أكيد يكون البديل، طالما يعني أنا رأيي معروف أنه ما يكون دوام، فأكيد الأونلاين أفضل، يعني أفضل من موضوع اللا شيء، يعني أكو البديل يعني. ويعني صح هو مو مثل الدوام الطبيعي، ما تقبل غلط يعني، هذا ما يختلفون عليها اثنين، ولكن بعض شو اسمه الضرر اقل، اونلاين افضل، يعني هذا رايي. اكيد ما في شك، يعني كل مجال الحياه، يعني المجالات الحياه الاخرى البسيطه اثر بها زين، كيف التدريس ومو يوم واثنين وثلاثه، هاي الحين صير يعني فتره طويله، فاكيد اثر ما في شك يعني.
أثر الدراسة، الالتقاء بالمدرس إلى نظرة أو يعني القرب إلى توجيه إلى التزام إلى هواي ضوابط، بس بالبيت يعني هو الطالب يكون براحته يعني يتحرك أو ما يلتزم، ما هناك ضغط عليه بالمدرسة أو بالكلية أو بالجامعة، وهاي هناك أكو ضغط. في الثاني المدرس إلى فد يعني شخصية وأسلوب من يكون يم التلميذ أو الطالب، يعني إلى نظرة أكيد هو إنسان درس وتعب، فبالبعد كيف يسيطر عليه يعني؟ هيدا الموضوع بالنسبة لي ورأيي الخاص فيه هو تطبيق 100% لإنشاء جيل جاهل 100%، لإنشاء جيل عدم الثقافة عنده، عدم الوعي، ما يكون عنده معرفة بالحياة، لأنه هيدي قصة الأونلاين إنه الأستاذ بيبعت الفرد على الواتساب أو بيعملوا الزوم، هيدي أبدا منا. إحدى العالم اللي من عندي أنا من البيت البنت بتكون عاملة ميوت على الزوم وقاعدة عم ترقص بصراحة يعني، وعم تسمع ميوزك. بقى هاي أول وسيلة 100% لحتى يطلع عنا بلبنان جيل فاشل 100%. ابدا هو الطالب كان يروح على المدرسه ويداوم 6 ساعات ويدوب كان يرجع يجيب، يقدر يجيب 70% 80%، هلا بالاونلاين يدوب ما عم يجيب 20%. الاولاد بطلت تعرف تكتب اسمها. هذا كان هدف واضح قصه الاونلاين. لا يقولوا لي كورونا، لكورونا ما في كورونا بالمطارات، كورونا بس من الصبح للساعه 5 ما في كورونا، من 5 للساعه 10 12 بالليل في كورونا. شو هالمسخرة يعني؟ يعني سوري بعتذر، المؤسسات هيدي ما في كورونا، النايتات ما في كورونا، المطاعم ما في كورونا، بس المدارس في كورونا؟ مسخرة الموضوع بصراحة. للأسف احنا الوزارات عنا والسياسة عنا ساهمت بأنه ينشأ هذا الشيء، هذا الجيل فاشل. يعني هذا الموضوع لا بإيدي ولا بإيد حدا، في حالة طارئة، فلذلك بده يراعي ظروف العالم. هلا بتشوف دول العالم كلياتها الامراض والاصابات وهذا، انا من رايي لا، بده واحد ياكل ويتوكل بهالموضوع هذا. يعني انا بايده بهالشيء لانه حلوا فلتت الملأ، يعني قصه كبيره كثير. نحن ما بنستوعب الحالات الطارئه، الحالات الكبيره هاي، خاصه بهالاوضاع الماليه المستعصيه هاي واحوال البلد، ما اظن بهذا. انا معهم بهالحاله هاي، بس يعني انه ما معقول لما ندرسهم لاولادنا او الحرام، يعني بنوصل للمرحله واحد بتعرف العلم مثل حياه روح تتركه، خاصه اذا وصل للجامعه او وصل للمرحله النهائيه، يعني قد ايه كافح الواحد وتعب وشقى وبيع وهذا. في عندك ناس كثير يعني بتضحي وبتحرم حالها لتعلم اولادها ليوصلوا للمرحله، بس انه اونلاين ما بعد بقول لك الكحل احسن من العمى. هاي الموضوع انا ما بايده فيه، اذا يعني يا هيك يا هيك لا خليها اونلاين. اكيد اسد على المستوى التعليمي بلبنان وبالعالم باي مطرح يوجد فيه، يعني حاله مرضيه عالميه، مش حاله بس بتختصر على بلد واحد، فلذلك بدنا نراعي ظروف الحالات هاي الاستثنائيه هاي. هلا شيء طبيعي انه وضع الكورونا يعني انجبر والمدارس ياخذوا هيك خطوات، بس ما بعرف قديش فعالة. يعني برأيي انه التعليم عن بعد اكيد لا يساوي التعليم المباشر، و يعني بحس يمكن تضيع وقت اوقات اونلاين خصوصي للاعمار الصغيرة. يعني ممكن بيساعد شوي، بس من اراء مختلفة يعني ناس بهذا المجال لا يعول عليه. يعني برأيي التلميذ الجدي بكل الأوضاع بيكون جدي، يعني رح هو يكون مثابر وياخد المعلومة لو وين ما كان بأي طريقة، بس الناس المش جديين اجتهم هاي الظروف لتزيد من عدم الجدية عندهم. بصراحة هيدا الموضوع أنا برأيي الشخصي أنه عم بشتت انتباه الطلاب وعم بيضيعهم. تفرق فرق كبير بين الأونلاين والحضور الشفهي بين الأستاذ والطالب. ايه اكيد مع انه يكون حضوري، بس بظل هيدي الظروف اللي عم نعيشها صعب بظن انه نكفي بهالوضع. كانه اونلاين خطير جدا، اونلاين على الطالب، والحضور الشفهي كمان جدا خطير.
أول شيء ما كتير عم نستفيد من هيدا الشيء، في صعب، في أشياء صعبة شوي عن الأونلاين، يعني ما كتير في ضبط، بس كنا كلنا بنحلم بهيدا الشيء بس طلع لا، نحن يا ريت نرجع على المدرسة عادي، يعني بحب داوم كل يوم بالمدرسة، بس إن شاء الله ننجح، يعني في صعوبة شوي بس ماشي الحال. لا مباشر أحلى، نحن كمان مباشر يعني بالصف كنا في هيك ضجة وما بعرف شو، يعني أنجأ كنا عم نفهم بالمدرسة هيك، يعني لو ما الإفادات كنا أنا بقول عدنا الصفوف، بس أعطونا إفادات، فبتمنى يعطونا إفادات لأنه كمان على الأونلاين يمكن نرجع نسقط. هلا أنا مش ضد الفكرة، بس إنه لو بيعملوها كلها أونلاين أحلى، وبالنسبة إلي أنا كتير عم بستفيد منها، وعم يشرحوا المعلومات عم يعطوا بكل طاقتهم حرام. واللي ما عم يقدر يعني عم بيتضمنوا معنا كمان على الواتساب، يعني عم يضلوا متابعينا وحرام اشتغلوا، بس انه كرمال كورونا فالافضل انه نضلنا بالبيت وما ياخذونا جمعه على المدرسه، ويا ريت تروح كورونا ونرجع على المدارس. اكيد بفضل احلى من الاونلاين، بس انه بظرف الكورونا لازم نضل اونلاين، ما لازم جمعه هيك وجمعه هيك. اكيد لا مش نفس الشيء، واكيد ما عم ناخذ المعلومه نفس الشيء، اصلا نحن كنا بالمدرسه ويعيدوا لنا المعلومه كذا مره ونعمل اكسرسايزز وهيك وما نفهم اوقات، بس حرام المعلومات عم يشتغلوا مني وعلي بمدرستي عم يشتغلوا. لغوا لنا كثير اشياء كان لازم ناخذها، حرمون انه صغروا المنهج، كمان اثروا علينا وعلى صحتنا حتى على حالتنا النفسيه بالدراسه، وهيك ما بعرف كمان صرنا كثير عم نفكر انه عم نتعب نفسيا لما بنحس انه عندنا تقديم رسمي مثل انا مثلا، انه كيف بدي روح وانا مش دارسه مثلا كل الدروس وفهمنتهم وهيك. بلاها يلغوها احلى، لانه عم ياخذوا مصاري والاولاد عم تتنبل اكثر، خليهم بالبيت احلى. ابدا ابدا مش ماشي حاله، يعني نحن عم ناخذ دور المعلمه ودور الاهل ودور كله بدك انت تمشي فيه، يوقفوا احلى، بتعرف كل الاولاد توقفت، اما هلا بيقولوا لك ايه الولد بتروح عليه السنه، بتصير ويلك ابنك تروح السنه ويلك ما عم بتقدر تخلص معه. لا هلا اكيد التعليم بالمدرسه غير الاونلاين، الاستفاده بالمدرسه بتضل اكثر بكثير من الاستفاده على الاونلاين، طبعا لما بتاخذ شيء مباشر انت غير عن كثير لما بتاخذ شيء عن الاونلاين، الفكره ما بتوصلك ذات الفكره او السؤال الشرح غير كله. بهذا الموضوع أكيد أنا أنه ضد التعليم عن البعد هو عبارة عن الأونلاين، لأنه إذا إحنا بدنا نقارن لما إحنا كنا نروح على الجامعات ونروح على المدارس، من إحنا هلأ اكتشفنا أنه في أهمية كبيرة للتعليم بالصفوف وحضور على الأرض، لأنه نحن هلأ عم ناخد دروس أونلاين، أنا بالجامعة هلأ أول سنة، فكتير لقيت فرق. يمكن الانترنت هو عامل اساسي كان بالموضوع، ما في كهرباء، هول الامور كلها بتاثر، يعني يمكن يكون عندنا نحن نشاط الساعه 2 او حصه الساعه 2، الساعه 2 بتنقطع الكهرباء بتتاخر، الارسال بيروح والارسال بيجي، هذه كمان امور كمان مساعده مش متوفره عندنا بلبنان. واكيد اهم شيء لما يكون الدكتور بوجهك او الاستاذ بوجهك قادر تاخذ وتعطي تسال تستفسر، وفي شيء اساسي كمان القعده بالبيت والخمول كمان بياثر، لما انت تروح على المدرسه او تروح على الجامعه تشوف رفقاتك تاخذ بريك، كل هذه الامور كمان بتشجع الطالب انه يدرس او يشوف الحياه، بس طالما هيدا اكيد نحن بنراعي وضع كورونا، بس في يمكن حلول، لازم اي دوله اي حدا شيء خاص شيء عام لازم يعمل حلول، يكون كمان في حضور بس اكيد اجراءات يكون وقائية آسيا، بس كمان نحن نكمل، يعني لأنه نحن ما عادش لنا شيء بالحياة غير العلم. أثر كثير، هذا أول شيء موضوع الشهادات اللي انعطت يمكن الشهادات الرسمية، طالب يمكن ما درس شيء وعم يطلع سيغون باكوان باختوم يمكن يكون ضعيف، ليوصل للجامعة كمان حيكون مقصر. نفس الشيء كمان الروضات، كمان التأسيس كمان هذا كمان أثر، إنه يوم نحن مسكرين البلد، يوم نحن أونلاين، يوم يعني صار في تشتت فكرة، فنحن بحاجه انه نرسي على موضوع يعني. وكمان حتى طلاب الجامعات، يعني احنا ما عم ناخذ المعلومات الكافيه وما عم ناخذ الشيء العملي المضبوط حتى احنا بعدين نطبق او مثلا نروح نعمل استاج اي مكان، كمان هذا كله مش متوفر. وهلا وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم، بنتمنى انه فقراتنا كانت نالت اعجابكم، لونا الاسبوع الجاي بنفس التويت.